أيها الإخوة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى أولاً الذي هيأ لنا هذا اللقاء على شأن من شؤون طاعته سبحانه وتعالى، ونشكره أن وفقنا أن نجتمع على البر والتقوى، ثم نشكر أيضا أهل هذه الدار الذين فتحوا دارهم من أجل دعوة الناس إلى ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا في مقدمة الكلام أود أن أنبه وأذكر نفسي وإياكم بأشياء مهمة، أسأل الله تعالى أن تكون نافعة لي ولكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعيش على الهدى المستقيم، وأن نلقاه سبحانه وتعالى على الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على ما يثبتنا على هذا الصراط المستقيم. وقال الله تعالى موصيا النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فربنا يا أخواننا دائماً الاستقامة، ولهذا أنا وقفتي كيف أو ما هي الوسائل التي تعيننا جميعاً على الاستقامة على الدين. أولاً مما يعين العبد على الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى إصلاح النية، بحيث أنه يكون عملك لوجه الله سبحانه وتعالى، ما داير منه رفعة في الدنيا، ولا تبتغي من ورائه مالا ولا مكانة ولا زينة بين الناس، إنما تريد من عملك الصالح وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما تعمل عمل إلا لله، وهذا يا إخواننا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة منه. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخلص عملك لله. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأحرص على إصلاح النية، لأن من صلحت نيته تقوى على العمل. والزول مما يفتر من العمل أعرف إنه نيته كعبة. عشان كده المنافقون ربنا وصفهم بشنو؟ قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بالله سبحان الله، شوف الصلاة دي تقلد على المنافقين. ليه؟ لأنه نيتهم سيئة، والزول نيته إنه يعمل لله، العمل بالبلو ساهل وجميل، وبيستمتع بما يصعب على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ليه؟ لأن صلاة العشاء بتكون في الظلام، وإنت لو مرائي داير الناس يشوفوك ما بتجي صلاة العشاء، لأن الناس ما بيشوفوك. زمان إضاءة ما في، ما كان عندهم لمبات زي دي، عشان كده صلاة العشاء تقيلة على المنافق، وصلاة الفجر تقيلة عليه، لأن الدافع الذي يدفعه إلى العمل هو رؤيا الناس. وأول ما الدافع ده ينقطع على الإنسان ما يقدر يعمل ثاني. ولهذا أيها الإخوة الكرام، أنتوا استرجعوا بذواكركم، كثير من الناس كانوا يوما من الأيام يسيرون على طريق الدعوة وعلى طريق الهداية، وسرعان ما انحرفوا وبقوا يميلوا للهوى وللدنيا وللشهوات ولغيرها. السبب في انتكاستهم هو سوء النية. لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. كن ماشي مستقيم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص أجل قرب يموت يخش الجنة. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ابن رجب علق على الحديث ذا إنه السبب شنو اللي بيخلي الإنسان يكون ماشي بطريق الجنة وبالعمل الصالح، وبيقوم بعد ذاك شنو؟ ينتكس ثم يموت على سوء الخاتمة. قال ابن رجب: دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. لما يكون الإنسان ظاهر قدام الناس بعمل، وهو شنو؟ جوا في قلبه عنده آراء تانية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولهذا يا أخواننا، نحن إذا كنا حريصين على الثبات على الحق، وده من أعظم النعم، أول حاجة نصحح نياتنا. لأنه أحيانا الزول يسلك طريق الدعوة، مرات يكون رغبة في تعلم الجديد، شوف لي حاجة جديدة بس، يقول لك يا أخي شوف عندهم دقون ديل ويمشوا الجامع بيتعلموا، كده نمشي نتعلم معه ونشوف العلم ده ذاته كيف، رغبة تكون في العلم، وأحيانا غرض في باله، ده ما بيقدر يستمر إلا يصلح نيته. أقف مع نفسك وراجع حساباتك، الدنيا تشايفها عينك دي رايحة كلها،
ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كلها بتروح. والناس الشايفاهم عينك الليلة وبيبرروا لك، حتجي انت يوم من الايام وتقيف امام ربك قال وليس بينه وبينه ترجمان. تقيف قدام ربك حد بترجم بينك وبين ربك ما في، ويسألك راجع حساباتك كويس واخلص عملك لله، واعلم انه والله الدنيا دي كلها ما بتملك لك حاجة. ولو الناس ذيل كلهم شكروك وانت سيء ما حيغنوا عنك شيء، ولو الناس كلهم نبذوك وانت كويس ما بيضروك بحاجة. فأحرص على صدق العمل وصدق النية مع الله سبحانه وتعالى. أظن المحلة ورا ملت يا أخوانا، قربوا شوية القدام ده، قربوا شوية عشان الناس تقدر تجلس ورا. الدار يقعد في النجيلة ممكن. طيب اثنين يا أخواننا، مما يعيننا على الثبات على الدين توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أقواله وتقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في عهده كانوا في غزوة من الغزوات غزاها أسامة ومعه ولده عبد الله بن عمر. فلما رجعوا عمر رضي الله عنه بقسم في الغنائم، فأدى عبد الله ولده أداه 300 دينار، وأدى أسامة 350، زاد أسامة على ولده كم؟ 50. فقيل له لما؟ قال هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله، فآثرت محبة رسول الله على محبتي أنا. شوف قدم الحاجة اللي بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم على شنو؟ على الحاجة اللي بيحبها هو. فيا اخواننا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير أقواله من أسباب الثبات على الحق، لأنه أنت الدنيا دي بتلاقيك فيها مواقف كثيرة، بتلقى رغبتك في حاجة والسنة في حاجة تانية. أنت لو زول داير ربنا صح وماشي صحيح تقدم السنة على رأيك أنت، كده أنت بتمشي تمام. عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم من الأيام تكلم عن غلاء المهور وما دار الناس يغالوا في المهور، فقام حدد مهر محدد للنساء، فيما ذكر ابن تيمية القصة وإن كان في إسناد مقال لكن استشهد بها ابن تيمية وغيره. قالوا فخطب عمر رضي الله عنه الناس وتكلم عن المغالاة في المهور وحدد نسبة معينة للمهر مزيد. فقامت امرأة من النساء فقالت يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أدوا قنطار قال ما تأخذوا منه شيء. فعمر رضي الله عنه رجع إلى نفسه وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فيخواننا نحن نحتاج إلى الرجوع إلى السنة ونرفع السنة فوق لرأسنا. فبتقديرك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحترام سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحن بنثبت على طريق الحق. طيب ثلاثة، لا بد لكل إنسان أراد الثبات من الاهتمام بالقرآن. قال سبحانه وتعالى كذلك
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ده بثبتك، وانت في الدنيا دي بتلاقي معاناة كثيرة في العمل. لو انت تاجر بتلقى منازعة، مصلحتك التجارية في معاملة وهي حرام، او شهوتك في انك تطلق نظرك للنساء وهو حرام، او اي جانب من جوانب الحرام، وانت عشان تستعين وتتقوى على الحرام وتقدر تقهر شهوتك انت تحتاج الى ما يثبت قلبك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لما امره بالدعوه، والدعوه ثقيله، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. لاحظ امره بقيام الليل ليه؟ قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه، ورتل القران ترتيلا. انا سنلقي عليك قولا شنو؟ ثقيلا. انت عشان تتحمل الاوامر الشرعيه داير لك طاعه، داير شي تتقرب له ربنا، فانت خذ من القران نصيبا. انت لما تقرا قران وتحافظ عليه بتمرق، وانت براك بتشعر بالثبات في نفسك، تحس بنفسك قوي وقادر تصارع الفتن الموجوده في المجتمع. اقرا القران، القران ده فيه ثبات للنفوس لانه بيطمنك ويذكرك بالاخره وما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تفرط في وردك من القران. السلف ما كانوا يفرطوا. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان بيجلس من بعد صلاة الفجر، قال حتى تدخل أول الظهيرة، لحد ما يدخل أول الظهيرة الحر ده كله بيكون قاعد. فلما سألوه كان بيقرأ سورة الفاتحة مرات، يقراها عدد كثير جدا من المرات، اقرأ ويكرر كويس. لما سئل عن ذلك قال: هذه غدوتي، وإن تركتها ذهبت قوتي. إذن يا أخواننا نحن بنحتاج إلى القرآن، وما بالك وأنت تقرأ كلام الله عز وجل، ده كلام ربنا. الليلة الناس الواحد منهم عشان يشجع على ولاء للكورة ولا ولاء ل بلده ولا ولاء لأي حاجة، بيقوم بيجي بيقرا له قصايد. في قصايد كده بترفع الحماسة يا أخي، في الدلوك اللي بيدقوها والصوت، الجماعة كان ما جاوا لهم أغاني كده معينة حماسية قوية ما بنجلدوا. أول ما في أغنيات معينة كده أول ما تبدأ بتسخن والناس بنجلدوا. فدي ده كلام بتاع بشر يا إخواننا، كلام بشر وأشعار، فما بالك بكلام ربنا. فده بيملاك أنت بالإيمان اللي أنت به بتقدر تثبت أمام عواصف الفتن. ثالثا أو رابعا مما يحتاج إليه الإنسان الصحبة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ضرب لنا مثل بالجليسين النبي صلى الله عليه وسلم. الزول تصاحبه وبسوقك دائما للخير، واحد تاني تصاحبه ودائما بوديك لورا. عشان كده واحد من العلماء قال: انت لو بتقدر تشتري صاحبك بالقروش تشتريه، تشتريه عديل، لو 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 ممكن تشتريه بالقروش، لانه الصاحب بسوقك معاه وبوديك. إن كان هو كويس بوديك للخير، وكان هو كعب بيوردك المهالك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا بنافخ الكير، بتعرفوا نافخ الكير ده اللي بينفخوا به ولا
فخبوا النار عشان تسخن الحديد. ده قال لو قعدت معه انت ما بتطلع منه فاضي، من ثلاثة حاجات ما بتطلع فاضي اصلا. قال اما ان يؤذيك بضرك، لانه ممكن يحرقك بالنار بتاعته دي، وما شغال مع النار وف وف وبينفخ كويس، واما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا منتنة. العلماء قالوا معناه ما بتمرق منه فاضي، صاحب الكعب اصلا بتمرق منه فاضي. اها والثاني ذاك اما ان يعطيك بديك ريحه، واما ان تبتاع منه تشتري. لو اشتريت منه انت ربحان، ولو اداك هديه انت ربحان، ولو قعدت جنبه شميت ريحه سمحه وطلعت انت ربحان. ذاك ما بتطلع منه الا ربحان، وده ما بتطلع منه شنو الا خسران. عشان كده احرص على الصديق الذي فيه الخير. العلماء ضربوا لها مثال، ابو طالب كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، يقول له امضي لامرك ما عليك غضاضة، ولقد صدقت ثم كنت امينا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وباقي على الإسلام، الإسلام ده في قلبه ده جوه باقي عليه عديل كويس، ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضا بالحصار 3 سنوات. بعد ده هو داير يموت، قاعدين جنبه صحبانه 2، أبو جهل كافر لحد ما مات، عبد الله بن أبي أمية كان كافر وأسلم بعد ذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول كلمة واحدة وهو ده يموت، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. بس قال لي تقول الكلمة دي وأنا بحاج لك بها عند ربنا، الفات الشرك اللي عملته الفات ده كله الله يمسحه لك. الجنب القاعدين صحبان يقول له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاد والكلام فأعاد، قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه توضع له جمرة تحت أخمص قدمه. الأخمص ده الفرقة التحت بتاعت الكراع دي، زي الحفرة عاملة كده دي، يخطوها لتحت كراعه. قال يغلي منها دماغه، وإنه لأخف أهل النار عذابا، وهو شايف نفسه شنو أشد أهل النار عذابا. السبب اللي ضيعه جمعته القاعدين معه. إذن يا أخواننا نحن نحرص على إنه نصادق الناس اللي فيهم خير منفعوك، وأيضا ملازمتهم هي باب من أبواب الخير. حتى لو أنت في الأول كنت يعني ذاتك ما جاد كده، فمصاحبتهم دي أنت برضو بتلقى فيها خير. سبب آخر أخير أو قبل الأخير، نحن نحتاج يا أخواننا إلى الثبات على هذا الدين، إلى المحافظة على الصلاة في وقتها. ربنا قال واستعينوا على أي شيء، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي فيها خير لك، ثباتك على الدين بمحافظتك على الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وانتبه للكلمة دي، الصلاة ما تصلي في البيت زي النسوان، صلاة البيت دي حقة الحريم حقة المنافقين، حيجيك كلام ابن مسعود بعد شوية. صلي في المسجد، قال حيث ينادى بهن، قال فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى
وإنهن يعني الصلوات الخمس سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. أصف في الصحابة يعني في عهد الصحابة زول ما جاي بيصلي في الجامع إما شنو؟ منافق ولا مريض؟ بيمشي بزوره طوالي، ما جاء الصلاة بزوره مريض. عشان كده لما تخلف أحد الصحابة لكبر سنه ولعماه الصحابة مشوا له في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وزاروه، وقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله إنه منافق يدافع عن المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا إلا خيرا، لا ما منافق وعنده عذر. وبعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي لي في مصلى، أنا أتخذ مصلى لي في البيت لأنه عنده عذر. يا أخواننا صلاتنا في المسجد، وإنت ماشي للمسجد وجاي وبتتطهر إلى الصلاة وتتوضأ وتهتم بأوقات الصلاة، ده فيه حياة لقلبك أنت ذاته. لما تكون أنت مرتبط بالصلاة يا أخي، أنا لقيت والله نماذج لناس يعني محافظتهم على الصلاة والله تعجبك. واحدين حلاقين في صالون بتاع حلاقة، وانت لما تسمع صالون حلاقة طوالي حيجي في ذهنك الأغاني الشغالة والجوطة وكده. دين انت عارف لو قرب وقت الصلاة ما بيبدأ لك الحلاقة، ولك وقت الصلاة قرب، وبيضبطوا مواقيتهم بتاعت العمل بالصلاة. عشان كده في سلوكهم فيهم خير كثير جدا. فانت برمج نفسك على الصلاة. ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. انت بس فكر فيها براحة كده، لما تكون محافظ على صلواتك انت محافظ على الوضوء، وانت مهتم بوقت الصلاة، وأي عمل بيعطلك عن الصلاة انت بتخليه وحافظ على صلاتك. انت بتخش صلاتك ومركز في الصلاة وبتقرأ فيها قرآن وتنتبه للقرآن في الصلاة. شوف دي خمسة مواعظ انت بتستقبلها يوميا من صلواتك الخمسة. فإذا يا أخواننا دي من وسائل أو من الوسائل المهمة جدا لنا نستعين بها نحن على الاستقامة في وقت كثرت فيه الفتن. والله زمننا ده لو انت تاجر ودرت تحرى الحلال والله مشكلة كبيرة جدا، ولو انت موظف وداير تنزه نفسك ويدك عن الرشوة مشكلة كبيرة، ولو انت ماشي في الشارع عشان تحفظ بصرك مشكلة كبيرة. ونحن محاطين بالفتن من كل اتجاه، وبتشوف المجتمع جنبك بيستسهل لك كل معصية، أي واحد بيجرك باتجاه، عندك صحبانك بتاعين الغنى جارينك باتجاه، والناس في المناسبات جارينك يقول لك يا أخي أنت مالك، ما هذا الناس كلهم قاعد يجوا ديل جارينك باتجاه، والناس القاعدين في الفراش ويتكلوا ويخلوا شغلتهم ديل جارينك باتجاه، وأنت متنازع بكل هذه الاتجاهات ومحتاج للثبات. فاستعينوا أيها الإخوة بهذه الأشياء وغيرها كثير، لعل هذا ما استحضرني أو ما استحضرته الآن. وواصل إن شاء الله الإخوة والمشايخ، نسمع منهم إن شاء الله ونستفيد. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.